الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك أي تنزه الذي في تصرفه الملك تنزه عن صفات المحدثين عما لا يليق به من شبه المخلوقات وصفاتهم كالحجم اللطيف والحجم الكثيف وصفاتهما كالالوان والحركات والسكنات والمقادير كالصغر والكبر والتحيز في الجهه والمكان لأن كل ذلك نزه الله نفسه عنه بقوله ليس كمثله شيء. تبارك أي تبارك الله أي دام فضله وبره وتعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد السلام من الصلاة: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت: تباركت ربنا وتعاليت اي دام فضلك يا رب وانت منزه عن مشابهة الخلق. فليس معنى العلو في حق الله علو الجهة والمكان لان هذا من صفات الخلق. ولا يجوز ذلك على الخالق عز وجل. قال ابو منصور الازهري معنى تبارك تعالى وتعاظم الذي بيده الملك اي بتصرفه الملك فهو مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء فاليد هنا كنايه عن الاحاطه والقهر اي انه لا يخرج شيء عن قدره الله وعلمه وقال ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان القران قال يعني السلطان يعز ويزل فالملك هنا معناه ملك المخلوق لان ملك الله ازلي ابدي اما الملك الذي يعطيه الله تبارك وتعالى للعباد فحادث تبارك الذي بيده الملك اي ملك السماوات والارض وما فيهما وما بينهما جميع الخلائق مقهورون بقدرته يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء وكل شيء اليه فقير وكل امر عليه يسير وهو اي الله عز سلطانه على كل شيء على كل ممكن يقبل الوجود والعدم قدير فلا يمنعه من فعله مانع ولا يحول بينه وبينه عجز ولا دافع لما قضى ولا مانع لما اعطى قدير هذا اللفظ يفيد المبالغه في وصفه بكونه قادرا كما قال الروازي وقال البيهقي في الاسماء والصفات قال الحليمي والقدير التام القدره لا يلابس قدرته تبارك وتعالى عجز بوجه من الوجوه